لكن في كل الاحوال نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد، ويبقى الانتصار رقم 15 على التوالي عشان نقترب من الرقم القياسي الخاص بمستر مانويل جوزيه والجيل العظيم اللي كان معاه في 2004 2005 ب 17 انتصار، وليه لا كمان نكسر هذا الرقم ونوصل الانتصار رقم 18 مع مستر ريني فايلر والجيل الحالي المميز ايضا من لاعبي النادي الاهلي. كمان بكره عيد الحب، واحنا دايما عارفين ومتعودين من النادي الاهلي ان هو في اي عيد من الاعياد، يعني في ناس بتهتم بعيد الحب وناس بتهتمش قوي، بس اي عيد من الاعياد دايما النادي الاهلي بيفرح جمهوره. وكمان بكره الجمعه ومباراه المصري وعيد الحب، فهتلاقي الشوارع كلها ايه باللون الاحمر، فان شاء الله هنفرح بكره بفوز النادي الاهلي في هذه المواجهه المهمه، ومباراه هتكون قويه جدا بكل تاكيد. طيب مستنيين هدايا النادي الاهلي في عيد الحب باذن الله لفرحه جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تعالى.